طيب في عنا اتصال، يلا بدك تسمع محمد. محمد دي يسمعوك، يلا. يلا. محمد بدي اياك شو تغني حبيبي؟ لي اغنيتك. حبك انا؟ طبعا. طيب يلا. بعدين كثير عالم طلبوها انه خلي محمد يغنيها. ف لا لا حافظها انت صح معي؟ طبعا. كنا اصحاب حوالينا احباب، عايش اللبعاد وانا وانت غراب، شوفك انا حس بنا بقرب اليك كل منى. فجأة لقيت روحي معك، بركض لعندك لعندك إلك، بسألني قلبي شو بدك إنت، خدني أخدني لحضنك إلك. فجأة لقيت روحي معك، بركض لعندك لعندك إلك، بسألني قلبي شو بدك إنت، خدني أخدني لحضنك إلك. حبك أنا بحبك أنا. الله الله الله. محمد حكينا هاي كلمات مين وألحان مين وتوزيع مين؟ أوكي. أغنية كانت إلي هيك، يعني كتبتها ولحنتها بالبيت وكنت أغنيها بحفلات دائما. قررت أسجلها ووزع لي إياها الأستاذ خالد مصطفى، تحيات تحية لإله. كبيرة أوكي لإله طيب طبعا. محمد اتصال، يلا. أوكي اتصال. يلا. ألو. أيوة اهلا وسهلا. اهلا فيك نور. لا انا نوف. نوف. ايه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا نوف. من وين بتحكينا يا نوف؟ من السعوديه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب نوف. نعم. بدك تغني لنا انت رافع اغنيه خليجيه تنكر السعوديه. طيب ولا يهمك ولا يهمك انا. شكرا لك. طيب محمد احنا كثير مبسوطين معك. الله يخليك. والعالم حاب تعرف اشياء كثير عنك. هلا انت بتلحن. فلمين لحنت وكيف اكتشفت حالك انك انت لحنت يعني او انه بديت بالالحان؟ لا بصراحه يعني كانت يعني بدايتي بغنيتي اللي هي بحبك انا. بعدين عملت نص الثاني لزياد صالح. رح تمنى اياها كمان شوي. اوكي اوكي على طول هذا كمان شوي. وفي اغاني كثير عم تتلحن وان شاء الله في شغل كثير. وان شاء الله انا رح اتعامل معك كمان محمد يعني لاني بعرف. فكر في الموضوع يعني. فكر مش مشكله. انا كمان بفكر. طيب الي الشرف انا محمد حبيبي. وانا كمان. طيب فيك تسمعنا اغنيه زياد؟ يلا يلا اللي ملحنها انت. هي حتى على نفس طبقه بحبك انا. يلا. مع كل طلة شمس بهديك يا عمر، عكل نفرة ليل بهديك يا قمر. مع كل طلة شمس بهديك يا عمر، عكل نفرة ليل بهديك يا قمر. من بين الدنيا كلها قلبي نقاكي انت وعنك ما بتخلى، قلبي وروحي سكنت وشريك دربي وحبي، امي مرتي وبنتي امتي الفرحة بقلبي. نص التاني انت. حلو حلو. الله يعطيك العافية محمد عندل. الله يعطيك العافية. معنا اتصال. ألو. مساء الخير. ألو. مساء الخير. مساء الورد. كيفك يحيى؟ الله يسلم عمرك. هالة معي؟ هالة. أهلا هالة. فيك تعلينا شوي الصوت؟ أكثر من هيك؟ مو عشان نسمع الصوت الحلو. الله يخلي أيامك يا رب. الله يخليك. هالة من وين عم تحكينا؟ من الرمثة. أهلا وسهلا بكل أهالي الرمثة أكيد. الله يخليك يا رب. هالة شو أفطرت اليوم؟ أكيد منسف؟
لا مش منسف، اليوم مقلوبة. اوكي اهلا. احسن احسن، صحتين صحتين. دجاج ولا بلحمه؟ لا زاز زاز. يلا صحتين صحتين يا هلا. هلا عم بتشوفينا انا اكيد، انا والنجم محمد رافع. اهلا وسهلا فيه، نورت الساسي والله. الله يخليك. الصوت بس واطي. هلا. ايوه الله يسلم عمرك، بس علينا الصوت. اوكي اوكي. هلا حابه تحكي اشي لمحمد رافع؟ بحكي له نور الساسه وان شاء الله للامام وبالتوفيق يا رب. الله يسلم. الله يخليك يا هلا. وعلى فكره انا من سرد، انا من جنبكم يعني من عين. فاهل ان شاء الله وكل الاردن خير وبركه، والله يخليك يا رب. هلا تفضل. هلا. ايوه انا كمان شوي راح اسمعك اغنيه كثير بحبها. بتعرفيها؟ يا بنات يا بنات الاردن لا تتغربن، تعرفيها؟ ايوه زود علينا زود. راح اغني لك اياها. ويا بنات بلادي لا تتغربن، وان عطشتن من دموعي وشرابن. يا بنات بلادي لا تتغربن، وان عطشتن من دموعي وشرابن. لا ظني غني لحتى تطرابن، ودوز عودي ودندن مهجانا. اوكي هلا. يسلموا يحيى، يسلموا. يسلم عمرك. بدي منك طلب صغير. تفضلي. بنتي الصغيرة غيداء بتموت على اغنيتك والاردن عالي. يلا عطول. طب معاكي معاكي بنتي، خليني احكي معها. لا والله نامت. ايه يلا نوم الهنا نوم الهنا. الله يخليك. طيب هلا بسمعك يا هوريم. يلا اتصال ثاني. الو الو. اهلا وسهلا محمد. يا يحيى. ايوه تفضل. كيفك؟ الله يخليك. محمد معك؟ ايوه اهلا. الله يسلمك. تفضل. كيف محمد؟ مساء الخير حبيبي. محمد معك. اخبارك؟ كيف صحتك؟ كيف امورك؟ والله تمام ان شاء الله. طلعت حلوه. الله يخلي لي اياك يا حبيبي. شو خبرنا شو جديد؟ ان شاء الله خبرتكم انا قبل هيك انه ان شاء الله بعد رمضان على طول على العيد يعني في صوتك مش سامع. محمد من وين بتحكينا انت؟ الو من وين بتحكينا؟ انا بحكيك من دبي. اهلا وسهلا. الله يحييك يا رب. طيب محمد انت اردني صح؟ اردني عايش بدبي. يحيى ممكن تسمعني يا رب الحقيقه؟ طيب على طول، بس هلا احكي لي انت اردني عايش بدبي. طيب ومتى ان شاء الله جاي على الاردن؟ اخر 5 ايام رمضان. ايش؟ اخر 5 ايام؟ طيب اخر 5 ايام لما تيجي بدي اشوفك هون عندنا بالقناه، عشان انا راح اقدم لك 100 دينار من شركه جت ورحله بالمثلث الذهبي. اكيد بنشكر الاستاذ مالك حداد والاستاذ رافع الطهات. اوكي محمد شكرا، يعطيك العافيه. مين مين؟ يلا اهلا وسهلا. الو. الو. خذ الاتصال. الو. الو. اهلا. السلام عليكم. مساء الخير. محمد رافع معك. محمد عمارة. مين معي؟ محمد عمارة. مين؟ محمد عمارة. محمد العمارة؟ اه. الله محييك، كيفك حمود؟ انا حاب سلم يحيى. تفضل. اوكي تفضلي. وحاب اسلم محمد. انا حاب اسلم محمد رافع. ايش اسمعك؟ واشكره. ايش؟ مش فاهم. يا ده كبير. والله مش فاهم. انا حلوه. شكرا. اوكي طولي طول بالك. طيب شوي شوي. حبيبي محمد شو حاب تسمع؟ حاب اسمع. طيب يلا شاهد من السعودية. الو. مرحبا يحيى. اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسلمك. شاهد من السعودية. ممكن احكي مع رافع؟ طبعا تفضلي، هاي معك رافع. مرحبا شاهد. رافع كيفك؟ تمام حبيبي قلبي، كيف حالك انت؟ رافع. اها رافع. هيني. ممكن تطمنا على حسام؟ حسام كثير منيح، دائما بنحكي انا وياه وكل اموره تمام الحمد لله. انت وياك انت واحنا اثنين بالاكاديميه. الله يخلي لي اياك يا حبيبتي، كلك ذوق. في قطار ولا بسوريا؟ مش فاهم. حسام في قطار ولا بسوريا الحين؟ حسام لا بسوريا هو هلا. طيب شكرا رافع، الله يوفقك. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لاتصالك يا شهد. طيب
اتصال يلا. الو هلو. الو ايوه اهلا اهلا كيفك يا احلى؟ الله يسلمك. مين معي؟ سما. سما اهلا وسهلا يا سما. هلا فيك سما من جدة. سما احكي لي. ايه؟ احكي لي يا سما، انت كم عمرك؟ انا 20. 20؟ العمر كله. شو بتدرسي؟ ايه؟ شو بتدرسي؟ ما بدرسي. يعني بالبيت. اه طب بتطبخي؟ شو اليوم اكلتي؟ شو طبختي واكلتي؟ فصلت هيك انه ما طبختش. اه خلص.